كما تفضلت، فعلا الوضع في غزة وضع مروع للغاية. 724 لغاية الآن، والأرقام تزيد بالساعة. هناك أكثر من 2450 طفل جريح. طبعا مستوى الإصابات مختلف، بعضها يعني حرج للغاية. الوضع يعني يتحول إلى كارثة إنسانية في داخل غزة. الوقت فعلا ينفد من أطفال غزة ومن عائلات غزة. المطلوب الآن هو فعلا وقف إطلاق نار، وهذا ما يعني كل الجهات تحاول الوصول إليه، وقف إطلاق نار للتمكن من إيصال المساعدات لمحتاجيها، لإعطائهم هدنة إنسانية ليستطيعوا أن يعني على الأقل أن يتمكنوا من حياتهم في الأيام القادمة أقل ما يمكن من خدمات أساسية. الآن المياه تنفد من قطاع غزة، الأطفال يعني سيكونون يعني فعليا في خطر الموت عطشا بسبب فقدان المياه. وضع مروع، الحل الوحيد هو في وقف إطلاق النار وإعطاء فرصة وهدنة إنسانية لدخول المساعدات ولوصول الأطفال وعائلاتهم لمراكز تقديم الخدمة التي يعني بحاجة أيضا، هي أيضا للحماية. زملائنا في غزة بحاجة للحماية وبحاجة لفعل ضمانات لتقديم المساعدات الإنسانية. أستاذ سليم، يعني دور الأمم المتحدة اليوم يعني للضغط على إسرائيل وللضغط أيضا على الدول التي تدعم إسرائيل ومن منحتها الضوء الأخضر لارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كيف يمكن لهذه المنظمات ومن ضمنها الأمم المتحدة واليونيسف وأيضا كل الوكالات التابعة لها أن تضغط لفتح ممرات إنسانية لإيصال مساعدات لقطاع غزة؟ يعني دور اليونيسف كمنظمة إنسانية من ضمن منظمات الأمم المتحدة هو واحد الدفاع عن حقوق الأطفال والتكلم في هذا الموضوع، وهذا ما نفعله الآن إن كان على الإعلام وفي في على الملأ أو إن كان ضمن القنوات الرسمية للضغط على الجميع ولطلب حماية الأطفال. الأمر الثاني هو تقديم المساعدات، وهذا ما نحاول أن نقوم به. وأخيرا هو يعني رصد وتقرير عن ما يحدث من انتهاكات لتقديمها إلى أولئك في المنظمات الأخرى وفي السلطات الأخرى لمحاولة التأثير على هذا القرار. المسؤولية الأولى والأخيرة هي على أطراف النزاع لوقف هذا العنف، لأنه ما يحدث الآن غير مقبول. المسؤولية أيضا على المجتمع الدولي للضغط، كل من له تأثير على أطراف النزاع يجب أن يتحرك لوقف هذا العنف ووقف هذه الانتهاكات لحق الأطفال أينما كانوا.